أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل تل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما طعاما ذا غصة وطعاما ذا غصة
وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا فعصى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم.